السلام عليكم خاوتي اخوتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي. اهلا بكم خاوتي، رانا كل يوم نتقدموا فيه كل ما الاوضاع تزداد توترا وخطورة بخصوص القضية الفلسطينية الاسرائيلية. الان كما على بالكم اهتمام الجزائر كله راه منصب في هذه القضية. مؤخرا رئيس عبد المجيد تبون الغى زيارة الى الجلفة فقط باش يهتم بهذا الامر، والجزائر فعلتها خاوتي. رئيس عبد المجيد تبون عقد اجتماعا هاما لمجلس الامن، وشوفوا ايش قالوا خاوتي. قالك الجزائر تنتفض لصالح الشعب الفلسطيني في اجتماع مجلس الامن. كما بكم خاوتي، يعني الجزائر ولا عندها الان مقعد في مجلس الامن، استغلت هذا المقعد للدفاع عن فلسطين بكل قوة. الان صوت الجزائر راه عارفوه الناس، وراح نشارك معكم الفيديو خاوتي باش تسمعوا صوت الجزائر جيدا، وتخبروناكم في التعليقات حول هذا الموضوع. ايضا ليس الجزائر فقط من كان لها صوت قوي، تونس ايضا، وايضا كان هناك الكثير من المغنيين المشاهيرين في خطوة غير الذين طالبوا بالجهاد. راح يفاجئكم هذا الامر. احنا نقول لكم ايضا رئيس التونسي قيس سعيد يتحدث عن الهجوم المضاد لإسرائيل. يعني راه اللي ناضته غير الحرب الحرب الحرب، صامز مش في نوال، ولكن دوك نسمعوا شوية هذا خاوتي. ايضا راح نوريكم غضب شعبي كبير من ترامب بعد انحيازه لإسرائيل، وكيفاش كانوا يرددوا هذوك، يعني الحضور تاع خطاب بايدن قاعدين يقولوا له فوق جو بايدن. وعلى بالكم سمعت هذه الكلمة خاوتي، وبعد نشرح لكم. ايضا خوتي بنزيما راح يقلعوا له الجنسية الفرنسية بعد تعاطفه مع فلسطين. وايضا في الاخبار وبشأن القضية الفلسطينية، ماكرون يتصل بتبون. على بالكم عليه، ودوك نشرح لكم الامر. في الاخبار ايضا احتجاجات المواطنين المصريين وكل المواطنين في العالم لهم طبعين مع الكيان الصهيوني نجحت، اسرائيل قررت سحب السفارات من هذه الدول. اخيرا في الاخبار، المقاومة الفلسطينية تثمن موقف الروس في مجلس الامن. كما شفتوا خاوتي هذه هي ابرز عناوين اخبار اليوم، لازم تبقوا معنا حتى الاخر باش تعرفوا كامل التفاصيل. ايضا خاوتي ارجوكم ادعمونا بالضغط على زر الاعجاب، ما تقدروش تتخيلوا شحال هذا الامر مهم، لانه يساعدنا نتصدى لكل حملات السينيار. شكرا جزيلا لكم. الان خاوتي خليني نبدا لكم ديريكت بهذا الخبر، ويعني بلا ما نطول عليكم. المقاومه الفلسطينيه الان ثمنت موقف الروس في مجلس الامن، هو نفسه مجلس الامن اللي تحدثت فيها الجزائر حول موقفها من القضية الفلسطينية وسمعها كل الحضور. كنا شاركنا معاكم باللي في مجلس الأمن أمريكا استعملت حق الفيتو لمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى فلسطين، في حين أن روسيا كانت مع هذا المقترح، بل هي من اقترحت هذا الأمر وصوتت لصالحه. طبعا هذا الأمر لم يتم تطبيقه، إلى أن المقاومة الفلسطينية رأيت العمارك هذا الأمر وقامت بتثمين موقف روسيا من مجلس الأمن. الآن خوتي كما كنا شاركنا معكم من قبل في مجلس الأمن، وبعد ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفض المساعدات للوصول، لأنها الدولة الوحيدة اللي رفعت يدها ودارت حق الفيتو، رغم أنه 11 دولة أخرى كلها وافقت على هذا الأمر. شفنا بلي أعضاء في مجلس الأمن أداروا ظهورهم لممثلة أمريكا كي كانت تهدر على حقوق الإنسان، زعما قالوا لها أنتي جاية تهدرين على حقوق الإنسان وما حبيتوش تخلوا المساعدة يوصلوا إلى فلسطين. وشوفوا كيف راهم دايرين لها بظهرهم خاوتي، يعني شغل تقدر تقولوا أغلبية الحضور من بينهم الجزائر أيضا أعطت إلى هذه ممثلة أمريكا بظهورهم. الجزائر راهي واحدة من هذو خاوتي. لكن دور الجزائر ما توقفش هنا، الجزائر كان لازم تسمع صوتها أكثر. فبعدما حصلت الجزائر على مقعد في مجلس الأمن، استغلت هذه الفرصة للدفاع عن القضية الفلسطينية، والفلسطينيين يشكرون الجزائر على هذا الأمر. شوفوا معي الفيديو وخبرونا لكم في التعليقات. And I give the floor now to the representative of Algeria. Thank you, Mr. President. I want to congratulate you on assuming the presidency of the Security Council for this month. In recent months and years, we have consistently warned against the potential deterioration of the situation in the occupied Palestinian territory. This ongoing cycle of violence results from the absence of a political solution to the Palestinian question and the dire conditions in which generation of Palestinians are forced to leave.
we must put an end to this ongoing tragedy in Gaza. During these last 10 days, the civilian population in the Gaza Strip is under airstrikes with no area can be a safe shelter. This is not a war against Hamas, but a war against Palestinian civilians, children, women, and elderly. More than 60% of the casualties are among children and women. Mr. President, first, Algeria strongly condemn the deliberate attack on civilians in the Gaza Strip by the occupying forces, resulting in thousands of casualties. We condemn also, in the strongest word, the airstrike against the Ahli Anglican Hospital that resulted on the death of nearly 500 civilians. There can be no justification for targeting hospitals, clinic, medical personnel, and UN facilities. International law protects this critical infrastructure. We should strongly condemn any violation of these rules. No one is above the law. Attempt to absolve the occupying power of responsibility for such acts are unacceptable. Secondly, it is imperative to adequately address the humanitarian needs of the affected population. We must ensure unimpeded humanitarian access to the Gaza Strip. The occupying power should lift its siege and collaborate with UN humanitarian agencies. It must also rescind its order to evacuate the northern area of Gaza. Third, any attempt to equate the Palestinian people and the occupying power is unacceptable. What we are witnessing today is an assault on the defenseless Palestinian population, a crime against humanity. Mr. President, in conclusion, I want to reiterate the solidarity and support of the Algerian people to the Palestinian people. Face to the rapid deterioration of the humanitarian on the ground, the Council should not remain silent. We regret that the Security Council once again and for the seventh consecutive year has failed to shoulder its responsibilities and to adopt a substantive resolution on the Palestinian question. Therefore, we will call upon the international community to take swift action to halt this heinous act, which violates international law and human dignity. Also, let me be unequivocal. There can be no lasting peace in the Middle East without a just resolution of the Palestinian question. The time has come to unite our effort toward establishing a sovereign Palestinian state with Al-Quds Sharif as its capital. Thank you, Mr. President. I thank the representative. وش رايكم خاوتي؟ الآن يعني بخصوص الجزائر أيضا وعلاقاتها مع فلسطين، الرئيس ماكرون يتصل بالرئيس عبد المجيد تبون. مؤخرا شفنا موقف مخزي من فرنسا بخصوص القضية الفلسطينية، حيث أنها جت مع أمريكا بخصوص يعني الصدمة العسكرية، يعني نرسل الجيش بتاعنا إلى فلسطين باش نقضوا على حماس، بين قوسين نقضوا على الشعب الفلسطيني ونحيهم من الوجود باش إسرائيل تعيش في أمان. هذه هي المعنى اللي أنا مدلوا فيها. الآن يجي الكلب هذا ويتصل بالرئيس عبد المجيد تبون، مش هيحوس منه خاوتي. الكثير قال لك باللي اتصل به سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي حسب بين لرئيس الجمهورية، ونقل السفير الفرنسي للرئيس تبون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية. يعني ما قالوش وعلاه، ولكن أليس الأمر واضحا خاوتي؟ خصوصا أن الجزائر الآن الاهتمام تاعها كله راه منصب في فلسطين، وحتى يعني هذا إيمانويل ماكرون راه منصب الاهتمام تاعه كله في القضية الإسرائيلية، حيث أنه مؤخرا
قام بسجن كل الأشخاص الذين رفعوا علم فلسطين في احتجاجات في فرنسا. وأيضا أنا شفنا كيفاه اللاعبين الجزائريين راهم يتعرضوا لعنصرية كبيرة من طرف نواديهم الفرنسية اللي راه يتحاوز كل واحد يتضامن مع الفلسطينيين. الآن على باله هذا الكلب موقف الرئيس تبون من القضية الفلسطينية، مادام راك دخلت الآخرين قاعد الحبس، علاه جاي تخمس هكذا مع الرئيس تبون وتتصل به؟ روح تلعب مع ماماك أمريكا، ما كان لا تجي لعندنا هنايا. الآن خلينا نحكوا على سبب الاتصال. ربما سبب الاتصال الفرنسي للرئيس تبون، قلت لكم ربما لأنه ولا واحد راح عارف هذا الأمر لأنه سري للغاية. وربما الغاية من هذا الاتصال هو من أجل أن يغير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رأي الرئيس تبون حول القضية الفلسطينية، وزعم حبي بيّن له بلي ودي هذيك حركة حماس إرهابية وما إلى غير ذلك. لكن الرئيس عبد المجيد تبون مصمم ومقرر، يعني راه مقرر على الدفاع عن فلسطين. فمباشرة بعد اتصال فرنسا للرئيس تبون ألقى ممثل الجزائر كلمته في مجلس الأمن كما رانا شاركنا معاكم في الفيديو السابق. بخصوص ماكرون وفرنسا الملعونة، قاموا يعني الان كاين غضب شعبي، ماشي غضب شعبي انما غضب حكومي، لان الشعب راه مع قضية الفلسطينية. كاين غضب حكومي كبير من بنزيما، حيث انه يعني الكثير من الوزراء، اتخيلوا معي خاوتي، يعني وزراء قاعدين لاتين بنزيما وطالبوا بنزع جنسية بنزيما الفرنسية. لماذا؟ لانه يعني تضامن مع القضية الفلسطينية الفلسطينية سمحوا لي. قال لك عبر اللاعب الفرنكو الجزائري كريم بنزيما بشكل علني وواضح وصريح عن تضامنه مع سكان غزة في وقت فضل فيه اغلب نجوم العالم التزام الصمت ومساندة اسرائيل. ولكن قد تقولوا لي عليه هذو مش حاضروا، عليه التزموا بالصمت. خاوتي أليس الأمر واضحا؟ راه اللي حل فمه يتم طرده من ناديه. وقادر تقولوا لي توما هاو يطردوه هاو نورمال هاو عليه؟ لا خاوتي، دوك الان لازم تحط روحك في بلاصه ذاك الانسان. هل انت مستعد تضحي بالكارير تاعك المهنيه اللي عملت عليها طول حياتك بمجرد انك تحدثت؟ وثاني خاوتي قادر تقول لي هاو عليه لهذا الامر نحن لم ننجح في القضيه؟ لا خاوتي، ليس لهذا الامر. يد واحده ما تصفق. دوك هو كي يديرها يخسر غير الخدمه تاعو ويخسر الكارير تاعو، ولكن المشكل ماهوش فيه، لانه هذا ليس يعني المسؤوليه تاعو. صح يهضر، ولكن كي الدول ماهيش تساعد، يعني الدول اللي عندها قوه ضخمه ماهيش تساعد في القضيه، هو عليه يريسكي بحياته ويريسكي بالعمل تاعو. لكن رغم هذا شفنا لاعبين كبار امثال عطال، رياض محرز وبنزيما يدعموا في القضيه الفلسطينيه، الامر اللي تسبب لهم في الكثير من الخسائر. وريناكم فيديو سابق ايضا من يعني عارضه ازياء قامت اسرائيل بتهديدها ان لم تنزع منشورها اللي يدعم فلسطين، وقالت لها راح نحاوزك. هي ما دارتش عليها، من بعد جت اسرائيل تحلل فيها، قالت لها الله نحي هذاك المنشور ونعطيك الدوبل تاع الدراهم، وهكذاك ما نحاتهاش. وبنزيما خاوتي بعد ما قاموا بتهديده بنزع جنسيته الفرنسيه، شوفوا ايش قال: كل صلواتنا من اجل سكان غزه الذين يقعون مره اخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الاطفال. ورا الحاجه الغلطه اللي قالها يا رب، قاع واش قال صحيح. وجه وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين اتهاما خطيرا لحامل الكرة الذهبية. تخيلوا خاوتي، وزير الداخلية الحمار كلب اسرائيل اللي لسانه خارج هو اللي وجه هذه الاتهامات لكريم بنزيما، يعني اتهموا فيه وزراء وليس وزير واحد. وقال دارمانين ان كريم بنزيما له علاقة بجماعة الاخوان المسلمين، واو، فقط لانه لا يريد ان يرى الاطفال يموتوا. تقول لك عنده علاقة باخوان المسلمين، وفقا لما افاد به موقع بي اف ام. راكم تشوفوا خاوتي، راهم حاشاكم راهم يخراو على عقول المواطنين تاعهم، والمواطنين تاعهم راهم يأملوا كل شيء راهم يقولوا. على بالكم باللي المواطنين الان تاع فرنسا ولا تاع امريكا ولا راهم دايرين في بالهم باللي في الحقيقه حماس هي اللي هجمت على المستشفى وهي اللي قتلت المواطنين تاعها، رغم انه كاين كل الادله التي تثبت عكس هذا الامر. فيعني كاين واحد الحساب على التويتر فضح الدين عمارهم وفضحهم بالتفاصيل. هذا الشخص يسمى جاكسون هينكل. هذا جاكسون هينكل خاتي هو امريكي ولكنه صحفي استقصائي، حاجه ما تخفيلوش، جايب خبر لكلش. اذا راكم حابين تتبعوا التفاصيل كيفاه فند كل الاخبار المتداوله، روحوا تبعوه. يعني هذا من بعد نشارك معكم التفاصيل تاع هذا الاخبار، لانه عندنا الكثير من الامور انا حابين نشاركها معكم.
نوريكم مقطع لجمهور غاضب من الرئيس الامريكي جو بايدن، ثم نتحدثكم كيف ايران راهي يعني معوله صاي تدخل في حرب مع ولا في حرب ضد اسرائيل، وربما الجزائر ايضا في الطريق الى هذه الحرب. شوفوا الفيديو خارجي. Despite the naysayers, we can make meaningful progress on dealing with gun violence. Because make no mistake, sit down, you'll hear what I have to say. You think you يقولوا له بلع بلع خلاص فاك جو بايدن فاك جو بايدن، معناتها كما ترجمها هذه قناة ام بي سي 2 اللعنة لجو بايدن. اسمع شوف وجهك ودي على بالي بلي خسر صاي عليك. المهم خاوتي راكم تشوفوا يعني حتى الشعب تاعو الان بدا يدور عليه، لانه راه يشوف الحقيقة وراه يشوف كيف الامور راهي دايرة. الان خاوتي وخواتاتي راح نوريكم فيديو يظهر ان ايران راهي معوله تدخل في حرب ديريكت مع اسرائيل. شوفوا الفيديو. السلام عليكم. ايران دقت ساعات الحسم لضرب العمق الاسرائيلي بتصريحات رسميه وخطيره صدرت في 24 ساعه الماضيه من وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان في لقاء تلفزيوني أخذت تصريحاته العديد من المصادر المهمة، من ضمنها طبعا فرانس 24، والتي أكد من خلالها بأن محور المقاومة قد يتخذ وسيتحرك في الساعات القادمة من أجل اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية في نفس الوقت إذا ما استمر الجيش الإسرائيلي في هجومه على قطاع غزة. وهذا طبعا التصريح بعده مباشرة كان هنالك تصريحا قادما من نائب قائد الحرس الثورية الإيرانية العميد علي فدوي، الذي قال بأن على إسرائيل أن تستعد إلى صدمة جديدة إذا ما استمروا بعملياتهم العسكرية التي تجري تجاه حركة حماس في قطاع غزة، وهذا قد يؤدي ويؤشر بأننا قد نكون أمام شيء كبير قادم على العمق الإسرائيلي في ظل هذه التصريحات. ليس هذا فحسب، بل إن أيضا المرشد الأعلى الإيراني كان قد وضح وتحدث بنفس اللغة اليوم كما تلاحظون من تغريدات مكثفة من المرشد الأعلى الإيراني، الذي قال لن يستطيع أحد إيقاف المسلمين وقوى المقاومة. وأيضا تحدث في نفس الوقت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية كل هذا التصعيد الذي يجري في هذه المنطقة، وحتى مواقع مهمة مثل إيران بالعربية كانت قد أوضحت بهذا الشكل وأشارت بأن هنالك شيء قادم من خلال تغريداتها ومنشوراتها، بأن هنالك يبدو أمرا قادما كبيرا باتجاه العمق الإسرائيلي. وما الذي هذا يعنيه يا ترى؟ هذا يعني ببساطة بأن الأمور متوقع أن تتصاعد من حزب الله اللبناني تحديدا باتجاه العمق الإسرائيلي. شكرا خوتي، هل ترون حقا أن هذا الأمر سيحدث؟ خبروناكم في التعليقات. في الخبر الآخر راح نوريكم كلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي كان غاضبا وزاد هدد إسرائيل بعدما قصفت المسجد. وشوفوا وش قال الرئيس التونسي قيس سعيد. أقول لهم ما زالت الصواريخ القادمة وهي على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة حتى تنطلق وتضرب هؤلاء الفاسدين في أعماق أعماقهم. حصل يوم أمس، كان يوما تاريخيا، الشعب التونسي يأمل في أن يكون هو الفاعل. وش رأيكم خوتي في هذا الموضوع؟ طبعا هذا الأمر لم يشمل الرؤساء فقط، وإنما الآن الكل يستطيع التعبير. فأسمعوا وش قال يعني أحد المغنيين الكبار في مصر والمدعو محمد رمضان، اللي الكثير كانوا يظن أنه خائن لأنه أحيانا كان يقول الكثير من التصريحات لما يوافقوش عليها مجتمع الجمهور، ولكن أسمعوا كيف هذه المرة يعني غضب وتحدث عن هذا الأمر. أسمعوا وش قال. عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله. كم الرسائل اللي بتجيلي ان نازل حاجه وعايزين صوتنا يوصل لمين؟ يعني عايزين صوتنا يوصل لمين بره بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا. بلادنا عندها جيوش وعندها اسلحه، وبنشتري اسلحه وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات، وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها. هنستخدمها امتى؟ اسلحتنا وجيشنا وجيوشنا. وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟
ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة وقمة لما نقول احنا عايزين نكتب بالانجليش عشان برا يعرفوا ان احنا بنتضرب. وانت فين؟ انت فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب. انجليش ايه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ بنقول كلام عاقل. مش رأيكم خوتي في هذا الموضوع؟ خبرونا رأيكم في التعليقات. كما شفتوا خوتي وخوتي تيران شاركنا معكم أبرز عناوين أخبار اليوم. طبعا مازلت عندنا كثير من الأخبار اللي رانا حابين نشاركوها معكم، ولكن ما قدرش نحطوها في هذا الفيديو سينو هذا الفيديو اللي فيه الساعة. من إذاكم حابين تزيدوا تشوفوا المزيد أرجوكم دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في هذه القناة وفعلوا الجرس، كل هذه الأمور راح تدعمنا نصدر الحملات السينيال. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.